حضراتكم في معانا فيديو شهيد شهيد كورونا. كورونا دكتور احمد دراز. طبعا الله عليه. طبعا بنقدم التعازي لاسرته ولبلده ولاصدقائه. هي الرساله الصوتيه دي سجلها بعد اصابته بمرض الكورونا. كان بيوجه فيها نصايحه لزملائه في العمل، بيحمسهم انهم ما يخافوش، بيحمسهم انهم يكملوا المشوار. راجل فعلا وناعم كطبيب، ورساله محترمه من طبيب محترم رحمه الله. اعتقد انه يعني الرساله ببساطتها دي، رغم انها مش طويله ابدا، بس بتدل على شخصيه الدكتور ده وقد ايه هو محب لمهنته ولوطنه ولبلده. معانا الرساله نشوفها مع بعض وراجع لكم. شد حيلكم يا رجاله، جدعنه، ربنا معاك، ربنا معاك، انا معاك حتى وانا على السرير والله العظيم معاك. ربنا يعينكم ويقويكم، ما تخافوش من حاجه، ان احنا خفنا الدنيا كلها هتبوظ، الدنيا كلها هتبوظ. خليكم شجعان ورجاله، اشتغلوا وبذلوا اقصى جهد عندكم، واللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون. ربنا معاكم يا رب. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا الفيديو والرساله بتاعت الدكتور.